طبعا الاداء النهارده كان كويس الى حد ما. طبعا ظهرت لعيبه كويسه زي شكري وعندك بوسكا برضو لسه ما تاقلمش في حراسه المرمى. طبعا غياب العميد اثر في الملعب. طبعا الطرد اللي حصل لكابتن ابراهيم النهارده اثر. اللعيبه لسه راجعه من الاداء من فترة الإعداد. بنشكر الكابتن حسام حسن وإن شاء الله اللي جاي أحسن يا كابتن، وهنعوضنا في اللي جاي والحمد لله. وأداء النادي النهاردة كان كويس وإن شاء الله هيعوضنا إن شاء الله. طبعا مش راضي عشان سباق الفرقة بتتضرب برج العرب، ما شفناش منها أداء غير اللي انت شايفه. حسام عزب ما لعبش، قنوش ما لعبش، الراجل الافريقي ده بيقول لك احسن مهاجم افريقي، ما شفناهوش عمل حاجه وربنا يستر. ده اول ماتش. والله بص احنا ما عندناش مشكله ان احنا نتغلب وما فيش اي مشكله. احنا السنه اللي فاتت بس عايز افكر الناس بحاجه، كسبنا بتروجيت اول ماتش، ثاني ماتش عدلنا مع المقاصه، ثالث ماتش اتغلبنا، وبعد كده عملنا موسم ما كانش حد يتخيله. النهارده في 7 لعيبه بيلعبوا اول مره، ما عندناش مشكله، لسه في انسجام ولسه في تناغم هيحصل بين الفرقه وبين اللعيبه وبين بعضها، وان شاء الله كلنا ثقه في الجهاز الفني وفي اللعيبه اللي موجوده وهنعمل موسم كويس ان شاء الله. هو النهارده والله احنا المفروض قنوش يبقى في التشكيله، واحمد شرويده برضه وحماده ناصر، الناس دي ما فيش حد منهم والله خالص. واحنا ضيعنا جون اهو، كان ممكن نتعادل بيه بس هي ما فيش حظ خالص. لا يا في كم عنصر النهارده كان بيلعب ما كانش تمام، فان شاء الله كابتن حسام يغير اللعيبه ديت والفرقه تمام يعني، بس لسه ما نحكمش على الوقت. يعني شد حلوهم شويه واحنا معاهم وهنساندهم لحد اخر وقت يعني الحمد لله. احنا النهارده اول موسم وبدايه يعني، وان شاء الله اللي جاي كله ان شاء الله خير. نبدا ان شاء الله العناصر الجديده تنزل والاساسيين باذن الله يبقى في ان شاء الله احسن. عايز اقول للكابتن حسام لو اتعاقب لاعب لا اعاقبه ماديا، ما تعاقبوش على مباراه على حساب حد يعني. النهارده ما تعاقبش حسام عزب على حساب ان انت مثلا في مشكله او في حاجه، عاقبه ماديا. هو طبعا الاداء مش عاجب بورسعيديه، بس برضه انا مش عايز احمل الكابتن حسام بدرجه كبيره بقدر اللي هي برضه اللعيبه ذات نفسها ما فيش روح، مش شايفين روح عند اللعيبه في الملعب. اللعيبه ما شافتش الجمهور المصري بيبقى قاعد بيتفرج عليهم ازاي. اللعبة دي اغلبيتها لعبت في انديه ملهاش جمهور، فما تعرفش يعني ايه بورسعيد ويعني ايه جمهور بورسعيد. فانا بطالب الكابتن حسام اللي هو يرجع اللعيبه تتمرن هنا بورسعيد عشان يعرفوا ان الفرقه وراها جمهور كبير مش جمهور قليل حد بيشجعه، مش انديه شركات.